نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله لك، يصلي المسلم قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى أحد جنبيه، فإن لم يستطع فيستلقي على ظهره، فإن لم يستطع فكيف يصلي؟ يصلي، بعض العلماء يقول يصلي بعينه، يشر بعينه في الركوع، يغمض شوي في السجود أكثر. وبعضهم قال لا، ما هذا ما ورد إلا في حديث ضعيف فلا عبرة به، ويصلي بقلبه، يعني ينوي تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر ويقرأ، ثم ينوي الركوع ويقول فيكبر ويقول سبحان ربي العظيم، ثم ينوي الرفع ويقول سمع الله لمن حمده، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم.